أرجوز في مسرح العرايس وبطبعه يهوى الشقلبات، دمية خشب وطرطور بزر ويتلم حواليه العيال، وفي الموالد بتلاقيه يحكي القصص عن جوز ولوز وفرط العنب وعن أبوه السقا مات، ورأس وغنى والطبلة في الزفة بترقص على صوت غناه. لكن صاحبنا المحترم أرجوز حارتنا بنشوفه يلبس حمالات، وعليه لسان له العجب مضرب ناموس، ويحكي بيه كل اللغات وكأنه يقرأ في القاموس، حدق وعترة واتبرم ودودة قراية، وكلامه له عدلة ميزان، ونيوم لسانه بكلمة زل يخرج كما الشعرة بتخرج من العجين، وبصنعة لطافة بيلاقي لها ألف حل، وحملاته اللي بأساتك متظبطة قدام مراية، وبدلته من سوق عقاز متهندمة وتقيفت بمكوى رجل وتعلقت على شماعات، ولما تقدم أو تخستك يبيعها لبتاع البلاستيك وياخد بدلها تلات صرم أو عود قصب عصيره متعب في كزان، وعليه فتاوي لما يفتي يصوم رجب والصفا يبقى في شبرة والمروة تبقى في بولاء، والجمعة إن كنا نصلي تبقى الصلاة في يوم تلات.